الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بعدد من الطرق والكباري بالقاهرة الكبرى بمنطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي. رئيس مجلس الوزراء يدعو إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء كل صور القتال بقطاع غزة، ما يسمح بحل الأزمة الإنسانية هناك. خلال استقباله مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، رئيس الوزراء الفلسطيني يشدد على أن قطع المياه والكهرباء وقصف المستشفيات بغزة جرائم حرب. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى بمنطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي. كما استمع الرئيس السيسي إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات بكورنيش النيل. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي. وقد استمع السيد الرئيس خلال الجولة التفقدية إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية وعلى رأسها ربط محاور المشير طنطاوي وعمر سليمان ومحور الشهيد، جميعهم بمحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب العمل الجاري في كوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولا إلى كورنيش النيل. منطقة كورنيش الحضارات سيادة المشرف النيل يا فندم، المنطقة يا فندم سيادتك أمرت بربط منطقة كورنيش النيل يا فندم ومتحف الحضارات بكوبري يا فندم، بيربط عشان يربط معنا القادم من القاهرة الجديدة يا فندم بمحور عمر سليمان أو محور سمير موسى فندم، مرورا بمنطقة المقطم، مرورا بمحور رئاسة الرزق، مرورا بكوبري طه حسين وكوبري الدكتور صلاح الشاذلي على الاتصالات، ثم شارع الفسات يا فندم، مرورا بكوبري العميد إبراهيم رفاعي اللي سيادتك مشرفنا عليه، وصولا لكورنيش النيل يا فندم ومصر القديمة. هنكمل بعد كده. تمام يا فندم، تمام يا فندم، محور 3 يوليو يا فندم، المنطقة اللي بعد كده هتكونيش يا فندم، تمام يا فندم. كويس. تم يا فندم نهو أعمال تطوير كوبري قصر النبي يا فندم اللي كان بيحل معانا المشكلة الاختناق المروري اللي كان تحت الإشارة هنا يا فندم، وتم نهو الطبقة السطحية وتخطيط يا فندم وعمل اللوحات الإرشادية. تم يا فندم تطوير منطقة كورنيش وعليها 5 حارة مرورية كل اتجاه بدلا من 2 حارة في المنطقة من اسم مصر القديمة حتى تقاطعوا مع الطريق الدائري، وتم إنشاء كوبري يا فندم توسيع نهر النيل بطول 300 متر. وتم نهوه فندم وجاري عمل التواصل الحافي في الطرف كل ده اخر شهر ان شاء الله يا فندم. هنا فندم جاري تطوير يا فندم منطقه قصر النبي المتجه لزقاق مصر القديمه، دي اللي احنا لسه شغالين فيها بس فندم تدخل الازاله اللي شغاله فيها. طب احنا قدامنا قد ايه فندم؟ المنطقه دي بالكامل خلصت عادة، بس في حي مصر، حي مصر القديمه موجود، هو جاري نقله حاليا يا فندم، يعني خلال اسبوعين او ثلاثه هيكون اتنقل بالكامل وهنكمله بعدها على طول. وبرضه الرئيس بيتفق الكلام ده، هو حي مصر القديمه وسوق والبنزينه وبنزينه التعاون هما تبع بعض، يعني خلال اسبوعين ان شاء الله يكون سياده المحافظ وعدنا بان هو خلاص، يعني هما دخلوا فيها وخلاص. وانتوا شغالين؟ احنا شغالين، شغالين احنا شغالين. هو كيلو 400 يا فندم، احنا خلصنا لهم 900 متر خلاص فعلا، خلصوا خالص، والجزء اللي قدامهم في اتجاه بالكامل خلصان متحرر اللي هو ده، وهم هيبقوا الاتجاه الكامل بالتالي. سيادتك يا فندم في الكوبري اللي هو توسيعه الكوبري بتاع نهر النيل القديم، سيادتك احنا كنا مصممين التوسيعه بتاعتنا على 120 طن، ده طبقا للكود الجديد، الكود القديم يا فندم كان 90 طن، فاحنا حاليا سيادتك بندعم الكوبري القديم عشان يبقى الاثنين نفس، يبقى نفس العمر الافتراضي ونفس المستوى، واللي ماشي على الكوبري لو مثلا لو ماشي بعجل هنا وعجل هنا ما يبقاش في فرق. كما استمع السيد الرئيس لاعمال التطوير لمناطق الفخارين والفن التشكيلي والحرف اليدويه المتميزه بالفسطاط. سيادتك المنطقه هنا يا فندم اللي هي قريه الفخارين، القريه دي بالكامل يا فندم سيادتك كنت وجهت ان احنا ضمن التطوير بتاعنا ان احنا نعظم المنطقه ديت بتاعت قريه الفخارين ديت. سيادتك احنا فعلا عملنا الكلام ده وحققنا الكلام ده مع وزاره الاسكان ومع مجلس الوزراء بحيث التطوير شامل بالكامل. هو كان في تعارض معاهم في مبنيين بس من ضمن 30 و40 مبنى، سيادتك محافظ القاهره نقلهم جوه، نقل مبنيين منهم جوه،
في منطقه افضل من هي كانت موجوده، بحيث الناس ديت يعتبروا شيخ شيوخ الصنعه دي، فاحنا عايزين بنعظمهم اكتر يا فندم ما هم موجودين. شكرين شكرا. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار إلى مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج للاطمئنان على حالة الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل. كما اجتمع وزير الصحة مع الفريق الطبي المعالج للطفلة واستمع إلى شرح مفصل حول حالته، موجها بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للطفل ومواساته بخطة العلاج اليومية. كان الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل قد نقل من غزة إلى معبر رفح لاستكمال العلاج في مصر، لينقل إلى مستشفى معهد ناصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. تواصل مصر استقبال المصابين من أهالي قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. هذا وقد وجه الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لمناشدته ونقله إلى أحد المستشفيات المصرية لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له. رحت أولي النار، عملنا أكل، كل الشهداء تصابوا وماتوا واستشهدوا اللي أنا ضليتني. هلقد أنا بتمنى تزرع لعظم أمشي. أنا والله بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحكي له أنت يعني أب للمصريين وللفلسطينيين، وأنت غمرتنا بلطفك وشكرا لك أنك أنت لبيت النداء. نجحت الجهود المصرية في إعادة تدفق شاحنات الوقود عبر معبر رفح إلى قطاع غزة. هذا ويدخل ما يقرب من 150 ألف لتر سولر من رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة. هذا وتواصل مصر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. بلغ حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش نحو 8658 طنا، وقدم الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني وحياة كريمة معظم تلك المساعدات، كما قدمت عدد من الدول العربية العديد من المساعدات إضافة إلى مؤسسات إقليمية ودولية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد، بعد التحية، يعني نجاح الجهود المصرية أخيرا في إدخال الوقود إلى غزة خطوة مهمة بتضمن استمرار الوكالات الإغاثية على مواصلات العمل، وبالتأكيد المستشفيات أيضا هناك تحتاج بشدة إلى هذا الوقود. كيف تقيم كل الخطوات والمجهود الذي بذل من أجل الوصول إلى هذه اللحظة؟ في الواقع أستاذ إلهام، أن إدخال الوقود إلى قطاع غزة يمثل خطوة كبيرة وانتصار للدبلوماسية المصرية وجهودها المتواصلة والمستمرة منذ 7 أكتوبر في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني. إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل منتظم يوميا يمثل خطوة مهمة في ظل أن هناك كارثة إنسانية على شفا الوقوع مع انقطاع الكهرباء وعجز المولدات عن التشغيل بسبب هذا الوقود. أيضا سيارات الإسعاف تحتاج إلى الوقود، وبالتالي الوقود يمثل عامل مهم جدا في إنقاذ حياة آلاف الأرواح من الفلسطينيين، من النساء، من الأطفال، في المستشفيات، في كل مرافق القطاع. وبالتالي خطوة مهمة تأتي في السياق الجهود المصرية المتواصلة على المسار الإنساني بالتوازي بالطبع مع المسار السياسي والمسار الأمني. على هذا المسار الإنساني كانت مصر من أكبر الدول التي قدمت مساعدات للجانب الفلسطيني، أكثر من 6000 طن من المساعدات، عكست الملحمة والتحاما جماهيريا ومع الدولة والشعب في عكس هذه الهبة المصرية في نجدة الأشقاء. ورأينا التحالف الوطني، حياة كريمة وغيرها من المبادرات الوطنية والهلال الأحمر بتعكس هذا التهافت المصري على دعم الأشقاء الفلسطينيين
حقيقة هذا الدور المصري يعني بوجه بتحديات كثيرة مع التعنت الإسرائيلي ووضع العراقيل والتحديات أمام دخول هذه المساعدات، أمام أيضا استمرار تواطؤ الموقف الغربي والميوعة الغربية والميوعة الدول الكبرى خاصة الجانب الأمريكي، وفشل مجلس الأمن طبعا في دوره في فرض هدنة إنسانية أو فرض إدخال المساعدات، وبالتالي وسط هذا المشهد القاتم كانت النقطة المضيئة حقيقة هو الدور المصري، المجهود المصري. وفي هذا المجال انحازت مصر لأمرين، الأمر الأول انحازت دائما إلى الأشقاء في الفلسطينيين في معاناتهم، وهذا الدور هو دور متواصل منذ فترات طويلة في كل المحن والأزمات، كانت مصر دائما مع أشقائها الفلسطينيين كما أيضا مع كل أشقائها حقيقة من العرب والأصدقاء. أيضا انحازت مصر في هذه الأزمة إلى الإنسانية، لأن الإنسانية واختبار الإنسانية فشلت فيه الدول الغربية التي كانت ترفع شعارات القيم الإنسانية واحترام القوانين صحيح. والمنظمات طب دكتور أحمد التعجب. يعني نشهد حاليا ليس فقط انفراجة في دخول الوقود، ولكن أيضا زيادة حجم المساعدات الإنسانية والشاحنات لتلبية الاحتياجات لدى أهالي قطاع غزة، هل برأيك من الممكن أن يحمل ذلك بوادر انفراجة في يعني الوضع داخل قطاع غزة؟ أنا في اعتقادي هي خطوة مهمة بالطبع، ستكون لها مردود إيجابي على الجانب الفلسطيني في قطاع غزة، لأن الوقود يمثل أهمية كبيرة، لأن كان هناك صعوبة في إدخال هذا الوقود، الوقود هو الذي سيشغل المستشفيات، المعدات الكهربية، سيشغل المخابز، سيشغل أي المحطات التحلية، وبالتالي سيكون له مردود إيجابي، وهذا حقيقة يمثل نصرا كبيرا ودورا مهما حقيقة وخطوة مهمة في اتجاه تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني بالتزامن مع إدخال المزيد من الشاحنات ومن المساعدات، بالتزامن مع جهود مصر في التوصل إلى هدن إنسانية وتوفير ممرات آمنة لإدخال هذه المساعدات، بالتزامن مع جهود مصر مع الدول الشقيقة والدول المختلفة في العالم وقت إطلاق النار، بالتزامن أيضا مع المسار السياسي والعمل على حل الدولتين وأن يكون هناك عداك شامل للقضية الفلسطينية وحل هذا الصراع من جذوره، وبالتالي هي جزء من هذه الجهود المصرية على المسارات الثلاثة المتوازية السياسي والأمني والإنساني وعدم يعني خروج الصراع وتحويل الحرب الإسلامية. حقيقة مصر يقع عليها عبء كبير وتقع عليها مسؤولية كبيرة ودورا مهما وفعلا في إدارة هذه الأزمة في إطار تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، في إطار دعم القضية الفلسطينية، في إطار وقف وإجهاض مخططات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، في إطار تغيير وجهات نظر العالم لما يحدث على أرض الواقع بفضل السياسة المصرية والدبلوماسية المصرية والإعلام المصري أيضا الذي نقل بالصوت والصورة هذه المشاهد المأساوية التي يشاهدها العالم على الهواء مباشرة. كل هذا حقيقة هذا التحرك المصري كان له دورا مؤثرا ومهما حقيقة، واعتقد ان دكتور احمد على هذه المداخلة، دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدولية. وما زلنا نتابع الجهود المصرية لضمان نفاذ المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح، ومزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية انقل لنا الصورة لديك وماذا عن المساعدات التي تصل لمطار العريش ليتم إيصالها للأشقاء في قطاع غزة؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل معبر رفح المصري ما زال مفتوحا وسيظل مفتوحا أمام هذه المساعدات المختلفة لتدخل عبر بوابة معبر رفح المصري ليذهب إلى الأشقاء في فلسطين، ولكن دائما ما يعرقل دخول هذه المساعدات هي قوات الاحتلال. نتحدث عن دخول حتى الآن أكثر من 130 شاحنة دخلوا منذ أمس حتى الآن عبر بوابة معبر رفح المصرية، ولكن حتى الآن قوات الاحتلال ما زالت تعرقل دخول هذه الشاحنات وتمنع وصولها إلى الأشقاء في فلسطين إما في الجنوب أو حتى في وسط قطاع غزة. تحدثوا من قبل عن عدم السماح بدخول هذه المساعدات إلى الشمال نظرا يعني استهداف المقاومة في شمال قطاع غزة، ولكن حتى الآن منعوا حتى وصول هذه المساعدات إلى الجنوب أو إلى حتى وسط قطاع غزة. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى أيضا وهي دخول الوقود لأول مرة منذ يومين، كانت هذه الشاحنة المحملة ب 24 ألف لترا، ولكن اليوم بعد مجهود مصرية دبلوماسية قوية استطاعت الضغط على قوات الاحتلال لدخول كبير لشاحنات الوقود، حيث دخل أكثر من 150 ألف لترا عبر بوابة معبر رفح المصرية. لا نستطيع أن نحدد
الى اين وصلت هذه، ولكن نتاكد انها وصلت الى قطاع غزه بالفعل، وصلت الى يعني الناحيه الفلسطينيه، وقررت قوات الاحتلال ان هذا الوقود سيتم استخدامه على في الشاحنات التي كانت متوقفه ومتكدسه داخل الجانب الفلسطيني ليتم نقل هذه المساعدات الى الاشقاء في فلسطين. نتحدث ايضا عن خروج المصابين من معبر رفح المصري، وصل عدد المصابين الان الى 27 مصابا خرجوا بالفعل حتى الان من بوابه معبر رفح المصريه اليوم فقط، وتم توزيعهم بالفعل على المستشفيات المختلفه، وما زالت سيارات الاسعاف المصريه متوقفه امام معبر رفح المصري. نتحدث عن هذه الارقام منذ تقريبا نصف ساعه وقد تزداد بينما نحن نتحدث، وخلال الساعات القادمه ايضا سيارات الاسعاف الفلسطينيه بالفعل دخلت الى المكان الفاصل بين البوابه المصريه والبوابه الفلسطينيه، واستقبلتها بالفعل سيارات الاسعاف المصريه، وتم نقل هؤلاء المصابين. ايضا بالاضافه لذلك مطار العريش الدولي ما زال يستقبل الطائرات المختلفه، تعدى الان عدد الطائرات اكثر من 135 طائره، ربما 136 طائره حتى الان محمله بالمساعدات المختلفه، ومنها سيارات الاسعاف. من خلفي سيارات الاسعاف التي جاءت بالفعل اليوم، منها سيارات من الكويت وسيارات من السعوديه، هذه السيارات سيتم استخدامهم بعد ذلك لنقل المصابين او حتى لتذهب عبر بوابه معبر رفح ليتم استخدامها داخل قطاع غزه، مثل سيارات الاسعاف التي تم نقلها من قبل عن طريق معبر رفح، وهي سيارات كويتيه سيارات الاسعاف، وتم استخدامها بالفعل داخل قطاع غزه. نتحدث ايضا بالاضافه لذلك عن مزدوجي الجنسيه، مزدوجي الجنسيه خرج عدد كبير منهم اليوم، اكثر من 600 من مزدوجي الجنسيه خرجوا بالفعل اليوم عبر بوابه معبر رفح المصريه، من ضمنهم بالطبع مصريين كانوا عالقين هناك في قطاع غزه، وبالطبع ينتظر العالقين بقى من الفلسطينيين هنا في العريش فور فتح بوابه معبر رفح من الناحيه الاخرى من قوات الاحتلال ليعودوا مره اخرى الى اراضيهم. نعم، اشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من العريش، شكرا جزيلا لك. جهود كبيرة تبذلها القاهرة في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها أمنا قوميا للدولة المصرية. تعمل مصر على حفظ دماء الأبرياء من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالمطالبة المستمرة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الحقوق الفلسطينية في إقامة دولتهم المستقلة. دور فاعل تلعبه مصر للمساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية بوجه عام، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، لما لها من قوة ومكانة وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي. وتحرص القيادة السياسية المصرية على المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية من أجل الحصول على حقوقه المشروعة لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ونجحت مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة في مايو 2021 وأغسطس 2022 لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني. وتحرص مصر دائما على إيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة ومن الدول الأعضاء بها، وكذلك من المنظمات الإقليمية والدولية بداية من عام 1962، حيث دعمت مصر الإعلان الفلسطيني عن دستور في قطاع غزة، مرورا بمشاركة مصر في التوقيع على اتفاق أوسلو الذي توصل إليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في سبتمبر عام 1993، وحتى طرح مصر مبادرة للقيام بدور مباشر في تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في يونيو 2004.
وتؤكد مصر دوما منذ عام 2014 على رفضها التام واستنكارها للتصعيد من الجانب الإسرائيلي، وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي، مطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى. وعقب عدوان مايو 2021 كانت هناك توجيهات الرئيس السيسي بنقل المرضى والحالات الحرجة للعلاج بالقاهرة، كما أرسل الهلال الأحمر المصري مواد إغاثية ومستلزمات طبية إلى القطاع وتوزيع 50 سيارة إسعاف مجهزة في معبر رفح. الدور المصري لم يتوقف عند هذا الحد، ولكن في منتصف 2021 أعلن الرئيس السيسي تقديم مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في غزة، فضلا عن التأكيد على أنه لا سبيل من إنهاء الدائرة المفزعة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية. دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء كل صور القتال بقطاع غزة ما يسمح بحل الأزمة الإنسانية هناك. وأكد مدبولي في كلمته نيابة عن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة صوت الجنوب العالمي المنعقدة بالهند افتراضيا، أكد ضرورة توافر إرادة سياسية جادة من المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الراهنة استنادا إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول على أراضيها. شدد وزير الخارجية سامح شكري على دعوة مصر لوقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية للسماح بالتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة وتمهيد الطريق للجهود السياسية الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم. جاء ذلك خلال مشاركة شكري افتراضيا في الاجتماع الوزاري للنسخة الثانية لقمة صوت الجنوب العالمي التي عقدت بتنظيم من الحكومة الهندية. ألقى شكري كلمة تضمنت الإشارة إلى ما يشهده استقرار النظام العالمي من مخاطر، حيث يعكس القصف الإسرائيلي الكبير وغير المسبوق لقطاع غزة تحيز وعجز النظام الدولي عن وضع حد للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة. استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل. خلال اللقاء أكد عباس ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما جدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس. طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتي المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في رام الله، أكد أشتي أن قطع المياه والكهرباء وقصف المستشفيات جرائم حرب. ما يجري في قطاع غزة هو قتل جماعي بروح الانتقام، ونحن نريد لهذا القتل أن يتوقف. الضفة الغربية ليس بعيدة، هناك أكثر من 421 شهيد سقطوا منذ بداية العام، وحوالي 179 فلسطيني قتلوا منذ 17. في قطاع غزة الوضع مأساوي، لا طعام لا ماء لا شراب، وشلال الدم يسيل، ونحن نريد لهذا أن يتوقف فورا. عندما تقطع إسرائيل الماء والكهرباء هذا جريمة حرب، عندما تقصف المستشفيات هذا جريمة حرب، عندما يموت الناس من الجوع والعطش هذا جريمة حرب. الذي نطالب به وتحدثنا عنه أنه يجب أن يكون هناك احترام للقانون الدولي الإنساني. شدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على رفض الاتحاد للهجمات الإسرائيلية على المدنيين في المستشفيات في قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي استنكر بوريل التهجير القسري للفلسطينيين في غزة.
تهجم على الأطفال في المدارس والمستشفيات أمر لا يمكننا تقبله. إن الاتحاد الأوروبي والآن أيضا الأمم المتحدة والمجلس الأمم المتحدة قمنا بتبني قرار إنساني للوقفات الإنسانية لتمرير المساعدات والمياه والوقود لقطاع غزة واستعادة المرافق الحيوية للعمل. لا أكيد على التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، عدم قبول التهجير القسري والإزاحة الجبرية، لا لتغيير الحدود الجغرافية. طلب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي طلب الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إنهاء عدوانها المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية والسماح بإدخال المساعدات الأساسية الإنسانية. جاء ذلك خلال لقائه في مقر الوزارة الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل والوفد المرافق له. وأطلع المالكي بوريل على العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة بما يشمل قتل الأطفال والنساء وكبار السن بشكل ممنهج وواسع النطاق وحجم الدمار الهائل الذي يستهدف كل مكان في القطاع. وبدوره أبدى بوريل قلقه حول الأوضاع الصعبة والمأساوية في قطاع غزة والضفة الغربية وشدد على ضرورة وقف استهداف المدنيين. السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. استشهاد 11 فلسطينيا من عائلة واحدة بقصف جوي إسرائيلي قرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا. لن نرحل وسنبقى في أرضنا. استشهد 11 فلسطينيا إثر قصف منزلين شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة في غارات إسرائيلية وفقا لناجين. وقع الهجوم على أفراد عائلة كانت قد فرت من منطقة القتال في مدينة غزة ونقلت الجثث إلى مستشفى المدينة الرئيسي. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة للاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين في مخيم جنان. يأتي ذلك بعدما قامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية باقتحام جنين، حيث دارت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في عدد من أحياء المدينة وأطراف المخيم. هذا وقد غادرت الطواقم الطبية مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بعد محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى ومطالبتها عبر مكبرات الصوت بإخلائه بشكل فوري. وأظهرت مقاطع فيديو إجبار قوات الاحتلال عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم وقيامها بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقال عدد منهم، حيث كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة ومخيم جنان من عدة محاور وأغلقت جميع المداخل وعزلتها عن محيطها الخارجي وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 أشخاص وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، كما فجرت عددا من السيارات.
يتعرض الأطفال في قطاع غزة لمعاناة شديدة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، فقد استشهد الآلاف من الأطفال وأصيب العديد منهم بإصابات بالغة الصعوبة. يأتي ذلك فيما تحذر المنظمات الإقليمية والدولية من تفاقم معاناة الأطفال في قطاع غزة في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي. اللي صار مع الطفل أحمد أنه استهدفوا بيته بشكل مباشر، فقد كل أفراد أسرته، هو الناجي. أخذنا الطفل وتوجهنا فيه لجنوب قطاع غزة، تحديدا مدينة النصيرات. أثناء تواجدنا هناك تعرض الطفل لقصف، هذا القصف الثالث طبعا. الحمد لله أدى إلى بتر رجليه التنتين. كان موجود معه خاله كمان، وخاله استشهد ربنا يرحمه. اللي صار مع أحمد دمر نفسيته، يعني على الآخر طفل نفسيته محطمة، دايما خايف، مش مستوعب اللي صار معه، لا في المرة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة. فقد كل أسرته وما ظلتش على قد أنه فقد أبوه وأمه وأخوه. الولد فقد أيضا دار سيده وأهل أبوه جميعا، ما بقيش له حدا. الطفل حاليا عايش حياة مأساوية جدا جدا جدا. انطلاقا من الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وتواصلها مع فئات المجتمع، نظمت الوزارة زيارة لعدد من شباب المدارس والجامعات لمديرية أمن القاهرة والإدارة العامة للحماية المدنية. كما قام ضباط من الإدارة العامة للمرور بزيارة مستشفى الناس، تهدف الزيارة إلى تعميق روح الولاء والانتماء لدى هؤلاء الشباب والنشأ. استمرارا للدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التواصل مع كافة فئات المجتمع بخاصة الشباب، فقد استقبلت مديرية أمن القاهرة وفدا من أعضاء اتحاد طلاب مدارس القاهرة لمشاهدة المقر الجديد للمديرية بتجهيزاته المختلفة، وفي المقدمة منها غرفة عمليات النجدة ذات التجهيزات المتطورة لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة. احنا شفنا حاجات كتير، وشفنا اجهزه وتقنيه حديثه جدا، وشفنا ازاي دلوقتي بقى في سرعه اجراءات لاي، يعني اي حاجه بتحصل ففي سرعه في ان احنا مثلا لو في سرقه او في اي حاجه، فشايفين ان هم بصراحه بسرعه ممكن يوصلوا للجاني او اي حد ارتكب اي حاجه. في طفره جدا من التحديث في من اول مديريه لغايه الاسام، جميع الاسام الموجوده في القاهره اول مره نشوف الشكل الحديث الجميل المنشرف لمصر، الجمهورية مصر العربية. دخلنا غرفة عمليات النجدة، شفنا كل قسم في الغرفة ليه دور معين، كلهم شغالين على مدار 24 ساعة، فعلا تقنيات حديثة جدا، حسيتنا ان احنا بقينا في الجمهورية الجديدة. شفنا حاجات كتير اتطورت وحاجات كتير جديدة احنا ما كناش نعرف عنها حاجة تماما، يعني ازاي ان البلاغات بتيجي وازاي بيتم الرد عليها باقصى سرعه. مستنيه ان انا ارجع للمدرسه عشان احكي لصحابي او لزمايلي عن التجربه اللي عشناها النهارده والحاجات اللي شفناها النهارده. واستكمالا لدور الوزاره الاجتماعي وتواصلها مع كافه الفئات، نظمت الوزارة زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية إلى الإدارة العامة للحماية المدنية للاطلاع على عمل الإدارة وجهودها في الإنقاذ البري والنهري والتعامل مع الحرائق والمتفجرات.
بنشوف تدريب ميداني لكيفية مثلا التعامل مع الحرائق، ونسأل الله قدر الله حصل أي حريق في أي موقع بترولي، إيه مثلا أول إجراءات اللي إحنا بنعملها، خطة الإخلاء. حقيقة أنا استفدت جدا النهاردة من الزيارة، لأن قدرت أفهم إزاي أقدر أتعامل مع الحرائق، وإيه الخطة اللي أنا ممكن أتبعها لو حصل حريق، أو إزاي أقدر أساعد اللي حواليا لو حصل حريق، وإزاي أقدر أتصرف. أحب أشكر وزارة الداخلية وإدارة الحماية المدنية لأنهم وفروا لنا هذه الفرصة إن إحنا نتعلم أو نشوف إزاي هم بيستعملوا الأدوات في عملية الإنقاذ وإطفاء الحرائق. الحاجات ديت يعني هتفيد الواحد في حياته الشخصية، ثانيا هتفيده في حياته العملية أكتر، بحيث إن هو إن ابتدى يشتغل في مصنع لو حصل أي مشكلة من المشاكل ديت يقدر يتصرف معها بتصرف صحيح ومظبوط. ومع تواصل دور الوزارة الإنسانية، نظمت الإدارة العامة للمرور زيارة لمستشفى الناس الخيري، حيث تم اصطحاب المدينة المرورية للأطفال لتعليمهم قواعد وإرشادات المرور، وهو ما يسهم في رفع روحهم المعنوية. يوم جميل احنا قضيناه، والولاد فرق معهم جدا ومبسوطين جدا، واحنا متشكرين قوي لوزارة الداخلية ان هم عملوا لنا اليوم دوت. النهارده الضباط جم لعبوا معانا وشفنا حاجات جديدة وتعلمنا حاجات جديدة. اتعلمنا عصارة الملون وازاي نخلط العربية، واحنا كنا مبسوطين جدا، وكان يوم النهارده رائع. يعني يوم جميل جدا الصراحة، ووزارة الداخلية عملت مجهود رائع مع الأولاد. تنظيم رائع جدا جدا جدا، العربيات والإشارات والمدينة المرورية بتاعتهم رائعة. تأتي هذه الزيارات المتنوعة في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع والتعريف بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة في مختلف مجالات العمل الأمني لتحقيق الأمن والاستقرار. فتح باب الزيارات لطلبة الجامعات والمدارس للمواقع الشرطية المختلفة يعمق روح الولاء والانتماء لديهم، ويعرفهم بالتطوير الحاصل في المواقع الشرطية من أجل مواكبة مستجدات العمل الأمني والتطوير في الجمهورية الجديدة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. نظم حزب الاتحاد مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة طلخة بمحافظة الدقهلية لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للانتخابات. وأكد الحزب على تكاتف جميع أبناء المحافظة لاستكمال مسيرة العطاء والبناء والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، واستكمال ما أنجزه من مشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات. أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تنظيم مؤتمر جماهيري للمرشح بمحافظة الجيزة اليوم، هذا فضلا عن عقد مؤتمر آخر غدا السبت في الفيوم. وذكرت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران أنه سيتم عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي خلال المؤتمرات بمحاوره الثلاثة: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وينضم إلينا الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، تطلعنا على آخر الاستعدادات لديك للمؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران. نعم، بالفعل بعد قليل تنطلق فعاليات هذا المؤتمر الجماهيري هنا تحديدا في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وهي أولى الحملات الانتخابية هنا في محافظة الجيزة وفي مدينة البدرشين التي تطلقها الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران. كان قد بدأ حملته الانتخابية بمؤتمر حاشد في محافظة المنوفية، وبعدها اتجه إلى الإسكندرية، ومنها اتجه إلى أسوان.
أسيوط، حيث عقد أيضا عدة مؤتمرات جماهيرية مع المواطنين. واليوم نحن في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، من المقرر أيضا أن تكون هناك مؤتمرات جماهيرية للمرشح الرئيسي أو الرئاسي فريد زهران في الفيوم، وأيضا في نهاية الأسبوع يومي الأربعاء والخميس سوف يتوجه إلى الخميس. من المقرر في هذا المؤتمر الجماهيري أن يقوم أيضا بتعريف المواطنين ببرنامجه الانتخابي، وكان قد تحدث منذ قليل المرشح الرئاسي لوسائل الإعلام المختلفة التي جاءت لتغطية فعالية هذا المؤتمر، وتحدث أيضا عن أبرز ملامح هذا البرنامج الانتخابي الذي أعلنه للمواطنين. إليكم زملائي. أشكرك جزيل الشكر أحمد الحسيني، مراسل التلفزيون المصري من مقر المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران. أكد المرشح الرئاسي عبد السند يمامة أن برنامجه الانتخابي يقوم على دعم مناخ الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج من خلال تقديم خطة إنقاذ للاقتصاد المصري. وأوضح يمامة أن خطته تشمل إعفاء المشروعات الجديدة في المجالات التي تحددها الدولة لمدة 10 سنوات في أي مكان في مصر من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة، وإعفاء كافة المشروعات الجديدة لمدة 5 سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة. وأكد المرشح الرئاسي عبد السند يمامة أن برنامجه يتضمن أيضا إعفاء كافة المشروعات الخاسرة والمصانع المتوقفة لمدة 3 سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة، مع إسقاط كافة الفوائد المرتبطة بالديون والضرائب. تعقد حملة المرشح الرئاسي حازم عمر مؤتمرا بمدينة نصر لعرض البرنامج الانتخابي للمرشح. قال المرشح الرئاسي حازم عمر إن برنامجه الانتخابي يتضمن عددا من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. تفاصيل الأخبار مع سارة نجيب، تفضلي سارة. شكرا لكما إلهام وأداء. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. كثفت الدولة جهودها لعدم السماح بعودة تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث تابع وزير التنمية المحلية هشام أمنة مع محافظ دمياط منال عوض حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، فضلا عن متابعة موقف تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء. شهدت محافظة الغربية إنشاء مجمع الصناعات النسيجية بجوار شركة مصر للغزل والنسيج، ويستهدف المجمع تلبية الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، فضلا عن نقل المصانع الصغيرة من داخل الكتلة السكانية. تولي الدولة اهتماما كبيرا لتطوير صناعة الغزل والنسيج، لا سيما في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي شهدت إنشاء مجمع الصناعات النسيجية بجوار شركة مصر للغزل والنسيج. ويستهدف المجمع تلبية الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، فضلا عن نقل المصانع الصغيرة من داخل الكتلة السكانية، كما يضم عددا من الوحدات الصناعية المتنوعة. بنصنع الملابس الداخلية بأنواع كتير وأصناف كتير، بتبدأ من القطن 100% وننتهي بكل الدرجات الليكرا، وبنصنع بقى المنتجات كتير زي نص كم والحمالة والشورت والأطقم الداخلية كاملة والأطقم الدفاية في الشتاء. الحمد لله بنستورد المستلزمات الخام بتاعتنا من بره مصر وبنعيد تشغيلها هنا في مصانعنا، وبعد كده نبدأ نفصل الملابس الداخلية بتاعتنا ونبدأ تاني نصدرها. وعبر العمال داخل الوحدة الصناعية عن سعادتهم بالعمل داخل مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة بعد نقل المصنع من داخل الكتلة السكانية، والتي كانت تسبب لهم الكثير من المشاكل، منها الصعوبة في الوصول إلى العمل في الأوقات المحددة، إلى جانب أن بيئة العمل كانت غير مناسبة.
المواصلات متوفرة بجميع أنحاء البلاد اللي معنا في الشغل، كل بلد موفر لها العربيات بتاعتها. بقفل بداية الشرط على المكنة الأوف، بعد كده بيخش مراحل تانية، يعني الرش، الحجر، جنب كده، بيخش كذا مرحلة. احنا بنبدأ من هنا مرحلتنا من أول الغزل، بنعمله قماش هنا وبنسبغه، وبنيجي نشتغل إن شاء الله في القص، وبعدين بيخش مرحلة التشغيل، وبيبدأ مثلا مرحلة بتبدأ مثلا شغال ملابس داخلية. بنشتغل في المنتج اللي هو الداخلي للقطن، سواء كان فانيلا أو مصرومة أو حمالة أو شورت، تمام. طبعا احنا لنا الغزول بتاعتنا اللي هي القطن المستورد النظيف، تمام، جودة عالية جدا بالنسبة للغزل. بيخش الأول على مراحل النسيج الدائري تبعنا اللي هو تبع الشركة، ده طبعا بيطلع لنا القطن بتاعنا او الخام بتاعنا، تمام. بنبدا برضو نحطه في، ندخله المسابغ اللي هي المفروض برضو لينا احنا فيها الوان مميزه والوان معينه اللي احنا بنبدا نشتغل عليها. والى جانب المستهدفات الصناعيه، يسهم مجمع الصناعات النسيجيه بالمحله في توفير بيئه عمل مناسبه وامنه ونظيفه، تساعد على تطوير الانتاج والعمل على حل مختلف المشاكل بصوره جذريه. شهدت محافظة بني سويف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب شرق النيل، ويعد مصنع الربيع لصناعة وتجارة مواد التعبئة والتغليف من ضمن تلك المصانع التي تم افتتاحها داخل المجمع، حيث يعمل على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة. تحظى محافظة بني سويف بعدد من المشروعات القومية التنموية والخدمية نفذت خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يؤكد على توجه الدولة نحو تنمية الصعيد بشكل جاد، كما أن هذه المشروعات توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة وتمنع هجرتهم من المحافظة للعمل خارجها. ومن بين هذه المشروعات مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب شرق النيل بتكلفة إجمالية 856 مليون و62 ألف جنيه، ليعد هذا المجمع من أهم الصروح الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة، ويأتي من أهم تلك المصانع التي تم افتتاحها داخل المجمع بعد دعم الدولة، مصنع الربيع لصناعة وتجارة مواد التعبئة والتغليف، حيث يعمل المصنع على إنتاج ما بين 2 إلى 3 أطنان يومياً ومن 50 إلى 60 طناً شهرياً. احنا هنا استلمنا المصنع بعد افتتاح سيادة الرئيس للمجمع الصناعي، والصراحة المجمع الصناعي هنا فتح فرص عمل للشباب كتيرة، وهنا المنطقة متوفر فيها وسائل المواصلات والبنية التحتية انها تساعد الشباب او الصغار المستثمرين ان يبقى في فرصه للاستثمار في الوحدات اللي هنا، يعني التجهيزات والطرق والنظافه، فده مساعدنا ان احنا نبقى في تطور في الصناعه بتاعتنا. يعني توفر لي فرصه عمل هنا في مصنع الربيع، ومن خلالها قدرت اوفر لاولادي دخل كويس، ومتوفر هنا كل حاجه الحمد لله، وسيله مواصلات من بيتي لحد المصنع ومن المصنع للبيت. مصنع الربيع ده قدر يوفر لنا الحمد لله فرصه عمل ومصدر رزق ليا ولاولادي، وفي المجمع الصناعي وموفر لنا المواصلات والاكل والشرب ذهاب وعوده، والحمد لله على نعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان قدر يوفر لنا المجمع، وقدر يوفر لنا فرص عمل لينا ولاولادنا ان شاء الله في المستقبل. المصنع هنا قدر يوفر لنا فرصه عمل حلوه جدا، وان انا اقدر بيها اكون نفسي واشتغل، وموفر لنا وسيله مواصلات حلوه جدا. وبشكر في النهايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاريع الجميله اللي بيعملها لنا، وقدر يوفر لنا فرص عمل كثيره للشباب. مشروعات عدة شهدتها محافظة بني سويف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بينها محطة كهرباء غياضة جنوب شرق بني سويف، وصوامع القمح بسدس بمركز بيبا جنوب المحافظة،
ومشروع طريق بني سويف الزعفرانة، ويعد بوابة المحافظة على البحر الأحمر ومحور عدلي منصور، ويعد أكبر محور تنموي بالمحافظة، إضافة إلى تطوير كورنيش النيل بمدينة بني سويف العاصمة بطول 5 كيلومترات ضمن مبادرة الرئيس السيسي لإنشاء ممشى أهل مصر وتطوير واجهات النيل من القاهرة إلى أسوان ليكون متنفسا حضاريا للمواطنين. في أسواق البترول العالمية ظل سعر خام برنت القياسي العالمي دون 80 دولارا للبرميل بعد يوم من هبوطه 5% إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بسبب تزايد المخاوف من تصاعد الإمدادات من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وتباطؤ الطلب، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% لتسجل 78 دولارا و76 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.7% لتصل إلى 74 دولارا وسنتا واحدا للبرميل، وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.79% لتصل إلى $2.72 سنتا للتر، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.69% لتسجل $2.95 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلق مؤشر دبي على ارتفاع إذ عززت بيانات مبيعات تجزئة متواضعة التوقعات بإنهاء عمليات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، لكن مؤشر أبو ظبي تراجع وصعد مؤشر دبي 0.3% مدعوما بمكاسب في أسهم شركات المرافق مع ارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 2% ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي بنسبة 1.7%. صعد المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز، بينما واصلت عائدات سندات الخزانة انخفاضها عن الجلسة السابقة بعد أن دعمت بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة رهانات التحول إلى خفض الفائدة الأمريكية وارتفاع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، كما ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3%، في المقابل تراجع المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.9%. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل يوم واحد من إغلاق محتمل للحكومة، ووافق مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيين بأغلبية واسعة من الحزبين هذا الأسبوع على مشروع القانون، مما يضمن بقاء الحكومة مفتوحة إلى ما بعد موسم العطلات، ومن المحتمل أن يمنح ذلك المشرعين مزيدا من الوقت لتسوية خلافاتهم الكبيرة حول مستويات الإنفاق الحكومي السنة المالية الحالية. كشفت بيانات أن ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء كان العامل الرئيسي في زيادة أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في أكتوبر، في حين أكد مكتب الإحصاءات الأوروبي تباطؤ التضخم بشدة على أساس سنوي. من جهته أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستيت أن التضخم في 20 دولة تستخدم العملة الموحدة اليورو انخفض إلى 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر بعد زيادة الأسعار 1.1% على أساس شهري. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى أداء وإلهام، إليكم. شكرا لك سارة نجيب على هذا العرض. وبأخبار الاقتصاد مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بعدد من الطرق والكباري بالقاهرة الكبرى بمنطقة كورنيش النيل وكبري العميد إبراهيم الرفاعي. رئيس مجلس الوزراء يدعو إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء كل صور القتال بقطاع غزة بما يسمح بحل الأزمة الإنسانية هناك.
خلال استقباله مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، رئيس الوزراء الفلسطيني يشدد على أن قطع المياه والكهرباء وقصف المستشفيات بغزة تعد جرائم حرب. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.